وللمزيد من التفاصيل حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والحراك العربي والدولي لوقف إطلاق النار، ينضم إلينا من القاهرة الدكتور أسامة السعيد مدير تحرير جريدة الأخبار. بداية دكتور، أهلا بك. ومع تصاعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي الفلسطينية المحتلة يوما بعد آخر، برأيك دكتور هل هناك أي وسيلة لمواجهة الغرور والتعنت الإسرائيلي وأيضا الضغط على تل أبيب لوقف هذه الحرب؟ أولا بعد التحية لحضرتك ولكل السادة المشاهدين، بالتأكيد هناك أدوات وهناك أساليب للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذا العدوان ووقف هذه المغامرة العبثية في قطاع غزة. والطريق الواضح والمباشر هو أن تمارس الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل لكي تتوقف عند حد معين ولكي توقف هذه العملية الانتقامية التي لا يبدو أن لديها هدف واضح يمكن أن تحققه حتى الآن، سوى إسقاط المزيد من المدنيين، سوى استهداف المنشآت المدنية، سوى مضاعفة مأساة هذا القطاع الأعزل. وبالتالي الطريق الوحيد المفتوح والطريق الوحيد الذي يمكن أن يغير قرار الحكومة الإسرائيلية ويضغط على مسؤولي حكومة الحرب في تل أبيب هو ممارسة ضغط أمريكي قوي وواضح وحاسم لوقف هذه الحرب. ولكن حتى هذه اللحظة من الواضح أن واشنطن لديها حسابات خاصة، صحيح هي تتحدث عن ضرورة وقف ضرورة التهدئة أو ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية بين مزدوجين، لا تتحدث عن وقف لإطلاق النار، ولكنها تتحدث عن هدن إنسانية، تتحدث عن حلول سياسية. لكن من الواضح أن العمل المباشر والعمل على الأرض لا يتطابق مع هذه الأقوال. الولايات المتحدة تتحدث بخطاب يدعو إلى تجنب إصابة المدنيين وإسقاط المزيد من المدنيين، لكنها في نفس الوقت تغذي آلة القتل العسكرية الإسرائيلية بمزيد من الأسلحة ومزيد من الدعم. دكتور أسامة، بما أنك تحدثت عن أنه لابد أن يكون هناك ضغط من الجانب الأمريكي، إذن كيف تقرأ نتائج زيارة كبار المسؤولين الأمريكيين خلال الساعات الماضية إلى رام الله وأيضا إلى تل أبيب؟ يعني حتى هذه اللحظة لا يمكن الحديث عن نتائج واضحة، لأنه حتى الزيارات التي قام بها جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، أو حتى التي سيقوم بها وزير الدفاع أوستن اليوم إلى إسرائيل، وقبل ذلك حتى زيارات بلينكين المتعددة لإسرائيل وللمنطقة، في تقديري أنها لم تسفر عن شيء على الأرض، لم تحقق نتيجة يمكن الحديث عن أنها أحدثت اختراقا في الموقف الإسرائيلي أو في الموقف الميداني. لا تزال عمليات القصف الوحشي لقطاع غزة مستمرة، لا تزال لغة الكراهية وخطاب الكراهية الذي يخرج من مسؤولي الحكومة الإسرائيلية مستمرا، لا تزال حالة التوعد وحالة الرغبة في الانتقام هي المسيطرة على تفكير الساسة في إسرائيل. وبالتالي أعتقد أنه حتى هذه اللحظة لا يمكن الحديث عن نتائج واضحة أو اختراقات ميدانية أو اختراقات حتى في الأفق السياسي. يعني حتى الأطروحات التي قدمها جاك سوليفان فيما يتعلق بمستقبل الحرب وبوجود توقيت زمني أو جداول زمنية لإنهاء المعارك، أنا أعتقد أنها فشلت تماما. بالعكس، إسرائيل حاولت أن تصعد من عدوانها ومن هجماتها، وكأنها تبعث برسالة أنها لا تأتمر بأمر الحكومة الأمريكية ولا تخضع للضغوط الأمريكية. وبالتالي المسألة تبدو كأنها نوع من أنواع عض الأصابع ومحاولة الضغط بأقصى ما تستطيع، بحثا عن انتصار مزعوم في قطاع غزة يمكن تسويقه داخليا. إذن لا تساعد هذه الزيارات برأيك في حدوث تسوية سياسية مطلوبة، إذن ما هو رأيك أيضا في إعلان واشنطن عن مرحلة جديدة من الحرب على غزة تركز على قادة حركة حماس؟ صحيح، يعني هذا ما تحدث به مستشار الأمن القومي الأمريكي عندما أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد وضعا جديدا يعتمد على توجيه ضربات مركزة وجهود استخباراتية. ستتعاون واشنطن مع الحكومة الإسرائيلية ومع الأجهزة الإسرائيلية في تقديم معلومات استخباراتية تؤدي إلى استهداف الرؤوس الكبيرة الميدانية في حركة حماس. وأنا أعتقد أن هذا مؤشر على
امر مهم، وهو قرب نفاذ صبر الاداره الامريكيه وقرب المهله او انتهاء المهله التي منحتها لاسرائيل لكي تحرز تقدما ما. ولكن يعني من الواضح ان قوات الاحتلال الاسرائيلي لم تستطع ان تستفيد من هذه الهدنه وفقا للرؤيه الامريكيه، لم تستطع ان تحرز نصرا ميدانيا ملموسا، لم تستطع ان تصل الى احد من الرؤوس الكبيره في قيادات حركه حماس الميدانيه، وبالتالي هنا تتدخل الولايات المتحده في محاوله لتجنب الانتقادات التي تتزايد وتيرتها في الاسابيع الاخيره، خاصه مع الدعم المفتوح الذي تقدمه الإدارة الأمريكية لإسرائيل، وبالتالي هي تحاول أن تقدم بديلا للحكومة الإسرائيلية يمكنها من خلاله أن توفر معلومات استخباراتية، توجه ضربات قاسية، تصطاد رؤوسا كبيرة في حركة حماس فتبرر أن هذا انتصار وأن هذا حسم ميداني وأن هذا تقدم ملموس لقوات الاحتلال، ولكن في الوقت ذاته تتجنب من خلاله إسقاط المزيد من المدنيين، وبالتالي تتفادى مزيد من الانتقادات التي توجه للموقف الأمريكي. إذن دكتور بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي هدد السلطة الفلسطينية بتوجيه البنادق تجاههم، وهدد أيضا بمنع إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. في رأيك ما دلالة هذه التصريحات؟ يعني أولا الدلالة المباشرة أن هذه المسألة توضح مدى ارتباك الحكومة الإسرائيلية في الوقت الذي تتحدث فيه الإدارة الأمريكية عن دعمها لحل الدولتين وأنها تدعم عودة السلطة مرة أخرى إلى قطاع غزة وأنها تتحدث عن تسوية سياسية لما يسمى باليوم التالي لانتهاء الحرب، نجد هذه التصريحات وكأنها رسالة أن إسرائيل لن تلتزم بهذه الرؤية الأمريكية ولن تلتزم بالمحددات الأمريكية للمرحلة المقبلة. بالعكس، نحن نجد فتحا جديدا لجبهة من الصراع في الضفة الغربية، استعداء أو تحريض على السلطة الوطنية الفلسطينية، بل تحدث نتنياهو بشكل مباشر أنه لا يستبعد الدخول في حرب تجاه السلطة الفلسطينية، وكأنه يبعث برسالة أنه ينسف أي حلول تطرحها الولايات المتحدة أو تطرحها الدول الداعمة لإسرائيل بشأن الحل السياسي. هو لا يريد حلا سياسيا. بنيامين نتنياهو لم يكن أبدا يوم الرجل سلام، لم يدعم أي خيار يقود إلى السلام، بالعكس هو من كرس العنف، هو من كرس الانقسام الفلسطيني، هو من استثمر في حالة الانقسام الفلسطيني من أجل أن يبعد أي أفق لدولة فلسطينية مستقلة. وبالتالي أعتقد أن هذا جزء من الرؤية الدموية والرؤية اللاسلمية التي يملكها ويقدمها بنيامين نتنياهو، ويجب على الولايات المتحدة أن تدرك أن بنيامين نتنياهو هو العقبة الأساسية في طريق السلام، وإذا أرادت بالفعل أن يكون هناك حلولا سياسية يجب عليها أن تتخلص من هذه العقبة التي أعاقت عملية السلام ويعني قضت على أي أفق سياسي في المنطقة، بدءا من اتفاق أوسلو الذي تنصل منه بنيامين نتنياهو وصولا إلى حل الدولتين الذي يحاول بنيامين نتنياهو أن يحوله إلى حول مستحيل. نعم، تتحدث عن أن بنيامين نتنياهو يمثل عقبة لإحداث السلام. دكتور، إلى أي مدى يمكن لحكومة الاحتلال الإسرائيلي مخالفة الرأي الأمريكي الرافض صراحة باقتطاع الأراضي الفلسطينية وأيضا إقامة منطقة عازلة بين غلاف غزة وقطاع غزة تزامنا مع خطة تل أبيب في التوسع بإنشاء مستوطنات جديدة؟ يعني أولا يبدو أن الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو تدرك أن هناك حساسيات وهناك ظرف خاص تعانيه الإدارة الأمريكية في الوقت الراهن، خاصة مع قرب دخول الاستحقاق الانتخابي الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ورهان هذه الحكومة الإسرائيلية على قدرة المنظمات التابعة لها والداعمة لمصالح إسرائيل في الداخل الأمريكي للضغط على الإدارة الأمريكية حتى لا تذهب بعيدا في ضغوطها على حكومة نتنياهو. وبالتالي ما نراه حتى هذه اللحظة من بنيامين نتنياهو وحكومته هو أنه يحاول التنصل من أي حلول سياسية تقدمها الولايات المتحدة، يحاول أن يتحدث حتى بلغة مغايرة تماما لما عهدناه من رضوخ أمام الضغوط الأمريكية أو أمام رغبات الإدارة الأمريكية. هو يتحدث عن وجود أمني في قطاع غزة، عن إدارة أمنية للقطاع، يتحدث عن ضرورة وضع منطقة عازلة، يتحدث أيضا عن تقليص مساحة القطاع، وهذه كلها أمور أعلنت الولايات المتحدة أنها ترفضها وكأنها
نوع من أنواع العناد أو نوع من أنواع المناكفة لم نعتده في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، لكن من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية تراهن على أن الإدارة الأمريكية لا تمتلك كثيرا من أوراق الضغط في التوقيت الراهن، وأنها سترضخ وستحقق للحكومة الإسرائيلية ما تريد حتى تحظى بدعم المنظمات والتجمعات الداعمة لإسرائيل في الداخل الأمريكي، خاصة أن هذه المنظمات وهذه التجمعات هي الأكثر تبرعا للحزب الديمقراطي، هي الأكثر قدرة على التحكم والتأثير في وسائل الإعلام الأمريكية، وبالتالي يبدو أن الإدارة الأمريكية هي التي تبدو اليوم في موقف ضعف، لأنها هي التي تحتاج للمنظمات الداعمة لإسرائيل من أجل ترميم شعبية بايدن التي تتضرر كثيرا. ولكن دكتور أسامة كيف